حاطه شويه مرقه، ما عنديش مرقه ولا لحمه ولا فراخ يا نونا، اعمل ايه؟ حبه ميه شويه صغيرين كده وفيها مكعبين مرقه، ما عنديش اي مشكله خالص. الاكل الارديحي ما فيش حاجه اسمها ان هو وحش، الاكل الارديحي ما فيش احلى منه، بس عايزه الميه تكون قليله ما تبقاش كتيره. بصوا انا حاطه كميه الويكه اهي. طيب نعايرها ازاي؟ الكميه ما تكونش كتير علشان ما تبقاش مململقه زي الملوخيه كده. فاكرين لما بنيجي نعمل ملوخيه بنحط شويه شوربه قليلين ولو احتاجت بنزود؟ نفس النظام بالنسبه للويكه، ما نحطش حبه كتار عشان ما نرجعش بعد كده نلاقيها زي الميه. لا انا عايزاها ان هي لما نيجي نفركها بالمفراك بتاعنا اللي هو ده نبدا ان احنا نلاقي حاجه تمسك في اللقمه، ما تبقاش حاجه صيصه. طيب المفراك دوت ايه لازمته؟ بعد الويكه ما بتستوي بنبدا ان احنا نعمل كده، تحسوا ان هو بيهرس شويه من الويكه، تحسوا ان هو بيقطعها بيخليها خشنه. طيب نون انا لو ما عنديش المفراك ده اعمل ايه؟ ما عنديش اي مشكله، اهرسي بالشوكه بالهاند بلندر تكتين كده، لكن زمان كانوا بيستخدموا المفراك. طيب هنستاذن حمدي ينزل لنا مقادير الويكه على الشاشه ونبدا نشتغل فيها ان شاء الله. عندي الشوربه على النار بتغلي، كوبايتين ميه وحطيت معاهم مكعبين مرقه، يبداوا يغلوا علشان انزل بيهم بالويكه. لقيت ان هي عايزه زياده هزودها شويه ميه. استاذنك يا حمدي. شكرا. مقادير الويكه الصعيدي بتقول ان احنا معانا ايه؟ كيلو باميه كبيره بتبقى متقطعه بالشكل ده، بتتباع عند الخضري، اسمها باميه ويكه. تحسوا ان هي الباميه قد الصباع كده او اقل شويه، تحسوا ان هي تخينه مش زيرو زي الباميه اللي احنا بنستخدمها اللي هي بنعملها بالدمعه. طيب معايا ايه كمان مع الباميه؟ معانا 3 معالق كبار ثوم مفروم، 3 معالق كبار هريسه حاره، وممكن ان انا استغنى عنها لو ما بحبهاش سبايسي، بس صدقوني طعمها بيختلف تماما. الشوربه اللي على النار هعمل فيها ايه؟ كل اللي انا عايزاها، هحط فيه الهريسه مع الثوم قبل اي حاجه. عايزاها ان هي تغلي معايا مع الشوربه علشان تديني تيست عالي، مش عايزه الهريسه ما تحطيش. ادي معلقه كبيره توم وادي الهريسه، مش عايزه هريسه، حطي فلفل احمر مفروم، حطي فلفل اخضر، بس انا بحب ان هو يكون حاجه حمراء علشان مع الويكه وهي خضراء يديني تناسق الوان حلو قوي. معانا ايه كمان؟ بعد ما خلصنا موضوع الويكه نيجي بقى للطشه. محتاجه ان انا اعمل ايه او اجيب ايه؟ ثوم مفروم وسمنه بلدي وكزبره زي طشه الملوخيه كده، بس بعد ما بنخلص خالص يعني عند التقديم، ما بتبقاش وهي لسه على النار. طيب الشوربه دلوقتي بتغلي معانا وانا شايفه كده ان على كميه الباميه او على كميه الويكه اللي احنا بنعملها، فانا محتاجه حبه ميه زياده. بسم الله، والميه تكون مغليه علشان تكسبي وقت بالشكل ده كده، يا دوب الميه دي او الشوربه ديت كده مظبوطه على الويكه. كل اللي انا محتاجاه دلوقتي مع مكعبين المرقه، طبعا هم مش هيملحوا لي الشوربه دي، هروح حاطه ملح واروح حاطه حبه فلفل اسود. وهبدا دلوقتي ادوق التمليحه بتاعتها وهل هي محتاجه ملح تاني ولا لا. لقيت الحدق بتاعها او الحياء بتاعها مظبوط، هروح ساقطه فيها الويكه. بسم الله، واو، بس سبايسي قوي. تعالى يلا تعالى دلوقتي ننزل الويكه علشان تاخد غلوه مع المرقه. طيب هتبداوا ان هو تلاقوا اللون بتاعها بدا يغير، هتعرفوا ان هي دخلت في السوى امتى؟ هتعرفوا من اللون بتاعها من غير حتى ما تدوها. ادينا سقطناها، بصوا الشوربه يا دوب المقدار بتاعها مظبوط مش كتير اهي. بصوا تخيلوا بقى لو كنا حطينا شوربه اكتر من كده ولقيتوها عايمه معانا كان هيبقى منظرها عامل ازاي؟ تيجوا بعد كده حتى لو هنديها نص تكسيره بالهاند بلندر او بالمفراك بتاعنا هتلاقوها برضو مململقه. يعني ايه مململقه؟ يعني خفيفه، يعني الميه بتاعتها كتيره، ما تلاقوش كده فيها ماسكه على اللقمه كده واحنا عاملينها ودن قطه كده ونيجي ناكل تلاقوا ان هي ما فيش الويكه مش ماسكه عليها، لا تحسوا ان اللقمه طالعه سايبه. هسيبها بالشكل ده واغطيها تاخد الغلوتين بتوعها. بصوا كده عايزه اوريكم شكل الويكه قبل ما ابدا ان انا اعملها بالمفراك. بصوا اللون بتاعها، بصوا التقل بتاعها كمان، بصوا المنظر، شايفين؟ طيب هبدا اعمل ايه؟ هبدا ان انا احط المفراك كده كده اهو، اعمل كده
هيبدا ان هو اكنه بيهرس الويكه بس مش كلها، مش بيهرسها كلها، تحس ان هو هيقطعها خشن. وطبعا ما بنعملهاش كلها، لا احنا بنعمل شويه بنرجع ان احنا نسيبها لسه شغاله في الويكه. وتعالوا بقى دلوقتي بعد ما عملناها حبه حلوين بالمفراق نبدا ان احنا نغرفها في الطاجن بتاعنا، وبعد كده نعمل لها احلى طشه. حتى طاسه، طاسه ايه؟ حتى طاسه على النار، ايه اللي انا فيه ده؟ حتى طاسه على النار حطيت فيها سمنه وهنزل عليها بالثوم بالشكل ده كده. وعلى ما تبدا ان هي تتشوح معايا الناحيه دي هبدا اغرف الويكه بتاعتكم. يلا يا حمدي، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله عليها، ريحتها تحفه وطعمها احلى كمان. ادي التومه بالشكل ده كده، عندي الكزبره مجرد ان هي تتحمر معايا، وزي ما انتم شايفين كده حاطه سمنه. عايزه تحطي زبده وزيت ما فيهاش اي مشكله، وابدا اشيلها من على النار واطشها على الويك. بسم الله الرحمن الرحيم. مش عايزه اكتر من كده، حاجه عظمه عظمه.